على المسدد نبينا هادي محمد القائد على المسدد نبينا هادي محمد يلج المعارك مستميتا وشعاره أجلي محدد يلج المعارك مستميتا وشعاره أجلي محدد لله درك من زعيم يحمي حمايته وين الحمد لله رب العالمين ولا عبد للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد اللهم سبحانه وتعالى مع السكين يعود الصلاة ويسوق كل المؤمنين المؤمنين أن تعود نعمة الله إلى تكسوها ثم آلي المعسينين ولا الله سبحانه وتعالى فكي مرة الله عظيم يكون مرة الله عظيم يكون كيانين يكون سوء الأولين يكون كالشقيين هي رعاية الله في رعاية الله الوردين وفي دور الله في صوص عرام عشير وشير حيث يزيد لإنتي كالشقيين سيكون الله يجزاك الله خيرا أنت ما لي أنا محمد حسن معي وعاود أنت وجد مصطفى هذا إسماعيل هارون إنت قرر في الإذاعة سفارة وروح أرضها ورياشة أقول ده أبو فرح مش مصطفى أنا أتمنى أقولكم أمين مثل حسين حسن نور السماء حسن كافي وشيخ تعود بلوب اللي تلوان من محمد الشوين أصلاً هذا نفس الدومين وأسودي أسمنا حاليين سيكون هذا نفس الدومين الزاب هو أحيانا شيء مصطفى غني عن التعريف ما بك على بكش أشياء يعني وما بك على كتير وكتير لكن والمهندس كهربائي ناس الإنساء ما تحكيش الله يكون يوم 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 الحياة السنة الصومالية معالم وكل رضي كبرا هي رقم مبتلة هي رقم وداعش غيسه صومالية رقم بحوش يا جعب مسكحة وكبسة إما لنا لا يرقى رب ومراء وأنتي اليوم أيوة أبو برنا أذكر جنبين أذكر بري آسيا أذكر أن هذا سحر خلاص يسحر أبو رسول الله يسوع سورة أبو رسا لكن ما سيدا هاي شيخ عاون لا بأكل سيدا لو تعيه هاي يسيدا بدك يجوه ليه أتونا فرحنا السومالية في الدول إيش أنت السومالي هكذا شيخ أبو مرجين وصل على رضوه في مصطفى إن شاء الله عندنا كبير سنه إن شاء الله عوالينه عمرنه اللي يستمعون القولة في التقليل أحسنة عندنا ربع مشيقة شيخ سرقه مرحبا بالسودان حبابك عشرة وإلى شادي صاحب بلاوية كسرقه وبارك الله فيكم جزاك الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا اللهم وفقنا لما تحبه وترضاه وبعد فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته أدام غفر حسنا هاي وجوهنا ترضى بضمنا أرض ضوء بلن السودان دقن إن خلق يبقى تو كل كودا كان ودوني دول بدن بان لابد يعرف بان كل دوا مري نيوزيلندا لقى بلابا إلا يو فانكوفر أنت كان رحلة آخر مسجد في العالم وقت جاي لكن السودان هو أول مرة في الحياة أن صعقها إن بدن دكتوا كما قال لي ضد بدن وخيط وكي من ونركي إن وحنبار نسأل السودان هي ذا بلد العلمية ملا وداد ملا هالي ورسلام ومباهنا تاسم السبب واحد بفلايا إن السودان في سودي فنين ونركي ضد بدن أهل العلمية نيني تشوغان الصوماليات وطلاب العلمية يبلد كل بلد سلامية
oo caariiq ku ah waayo waxbarashadii soomaaliya raggii ugu horreeyey maxamuud axmed cali 1918 baa loo soo diray khartuum 1918 ayaa saddexdii arday ugu horreeya soomaaliyeed loo soo diray halka kan wixii ka dambeeyeyna saas unbay u imanayeen marka waa waqti qarni ku dhow ayay ardada soomaaliyeed ku soo socotay un soodaan wax ka baranaysay marka aad baan idinku mahadmaqayaa bacda dalik wadaadadu kollayba canaawiin malaa-uun aan isleeyahay waa kuwii soodaan laga xiisaynayay bay ii xadideen mawaadiic athaqaafa waxaanan is lahayn un malaa soodaan iyadaa fikirka laga martiyaay qadaaya fikriya malaa uma baahna badan oo lagu kordhiyo ha ahaatee wuxun baan isku dayi doonaa bacdi alkalimaat kooban inaan ka idhaahdo cinwaan ku saabsan dowr alkaadir almuhaqaf fi binaa'i mustaqbali alumma malaa wadanka shuuciyaduna waa soo marto alfaadi shuuciya kaadir baa ku jira xataa cinwaanka dowrka ama kaalinta uu leeyahay un qofka muhaqafka lagu tilmaamo marka la eego dhismaha ummadeed kelimadan muhaqaf waan odhan karo malaa luqada carabeed bay gaar iskaga tay waayo carabtu waxay u taqaano inta badan iyo luqaadka kale waxay isticmaalaan ereygan waan isleeya waa ku kala gedisan tahay waayo haqaafada ereyada ugu dhodhowa galbeedka laga isticmaala waa culture culturekuna cultivation waa wax ka yimi beer qodis iyo dhul beerid iyo falid qaabkii ay yurub inta dambe loo isticmaalayeyna haddii germany iyo haqaafadiisa cidda raacsisan la isticmaalayna culturka civilizationka o xadaarad oo dhan bay u yaqaaneen bikulli jawaanibiha qolada faransiiska raacsisan oo ingiriiska iyo waxaasina ka mid yihiina alxadaara kullaha civilization bay u yaqaaneen dabeetana jaanib maadiya iyo jaanib madani ay ku tilmaamaan ma ay haqaafi ku tilmaamaan bay u qeybiyaan marka iyagu culjureku waa shay ka hooseeya civilizationka guud halka qoladan kale civilizationka oo dhan uu yahay laakiin markana luga alcarabiya nimaadno macaajimi luga alcarabiya maadada alfaau walqaaf walfaa saddex macnay ku timaadaa macnaha koowaad waa ka qur-aanku inta badan kusoo arooray oo waa macnaha alidraak waaldafr macnahaasi qur-aanku ku badan yihi waanan isleeya waa nooca qudhay malaa qur-aanka ku yimi in yathqafuukum yakunuu lakum acdaa faima tathqafannahum aayaadka tirada badan leh kusoo arooray macnaha labaad ee kusoo arooray luga alcarabiya ama macaajimtu ay sheegtaa waa alxadq waannabaaha oo yaani axaadiistii bukhaari ee ka waramaysay cabdillaahi ibn abi bakar inuu nebiga calayhi salaatu wasalaam iyo abi bakar iyo ugu tegayay godka markii ay ku jireen xaadiista bukhaari waa kuwa tilmaamaya inuu ahaa gulaamun shaabun thaqifun laqinun wa fii bacdi riwaayaat thaqfun laqnun iyana waa xadaaqa iyo nabaaha iyo caqli badni iyo maanficnaan bay sheegaysaa macnahan laakiin inta badan hadda loo isticmaalo oo min atathqiif ka yimi thaqaafada ah luga alcarabiya thaqaafka waxaa la yidhahdaa bahalkan samayda marka la toostoosinayo aaladan ay ku toosiyaan baa thaqaaf la yidhaahdaa tathqiifkuna waa toosin waa tahdiib wataqwiim camaliya tathqiif firumx waranka toosintii samaydiisa loo toosiyo ayaa la yidhaahdaa dabeetana waxay usoo tallowday qaab macnawiyana in loo isticmaalo oo ah bulshada toosinteedii iyo akhlaaqiyaadkeeda ama qiyamkeeda ama valueskeeda ama aragtiyadeeda qaabka loo toosinayo ayuu ku saabsiisan yahay walidaalik luqada xadiiska iyo qur-aanku inta badan kusoo arooreen ama erayadani maadadan aynu thaqaafada ku tilmaamaynaa kuma soo aroorin kutubtii culammadii hore markaad eegtaan eray kusoo arooray ma aha allahuma ila haddii laga tegi waayo bacd albaaxithiin baa waxay tilmaamaan
مقدمتي ابن خلدون وملا علمي كان بابك كصاحب سنة أنت بدل المسلمين توي اعتمادان أريقة الثاء والقاف والفاء لحشر بكسار وريبينا هذا أفر معنيه سي لغوي قاها ومحضية لبك كم ده أي أم وقطابي ليني لقى فهمك مثلا عسكر تمركو سيفيني أي حرنا يعيدا كاسي وحالها لهم شرة وثقافة ومعنيه اللغوي قاها أنا ونقوم كرا معناها دنبال لو استعماله وحكو دونه ونقوم كرا مثقف كمركا وحي نوران كرنا هو الذي استقام عقله وفكره وخلقه بالعلم والمعرفة الصومالي هدا ندامة أما أفكفك أنك لدتك كهاد الله معنى يالبدن كد دوبة جرا واللغة الإنجليزية أنت بدن دتك استعماله ما learned people با ما educated people با ما literate people با ما intellectual people با وحاصل دلو حلقة يابين أي سوى ده هوس قلي كران سمالهان هذين يقولون ملاو حلوران كراه إن دير قرط اللغة دي كعان هو أنت بدل استعمالك لي وإن دير قرط هو intellectual people وإليت أما وحلوة المام كراه أقوم يهن إن كستو أقوم يهن كم متعلم ما أكدمي كمان ويسكر نقوم كراه أما وحلوران كراه وأبوان أبوان نمدى قولدن دم بإقاتين وحي واحتريا لغد اللغة الصومالية الأصلية waxa wax tiriya ma hayna wa abwanku wa hakim wa qof wax garada aqoon yahan kana inu imka sheegno kale shartina ma hayna inu wax tiriya hatta luga somaliya abwanka qofka la yiraahdo laakiin imka intan dambe dhalinyaradu hadii abwan la yiraahdo qof fanaan oo gabya ama heesa ma ayn ka un baa loo fahmi karayaa laakiin abwanimadu fi luga somaliya wa qof hakima oo wax garada wax la weydiyo musaqafku marka أما ثقافة داسي ونفت توسين تيديو لغو توسيو بالعدل والعلم أحيدا دان قف كستو أو حبرتو متعلمي ميو مثقف فيهاي مثقفكو ما إريادا كلاي إنو نقانا حقوكا قدعا مثلا فلسوف يو مفكر يو عالم يو متعلم يو كوان حقوكا قدعايا بسيادة ما أنتو تفيلت كستابة مثقف قارب ولي هاي أن رقوا قبل أبلية ما قيمية ورد كلمة أصليا حتى مثقف كما كي سفيني يعني. أحد الكتاب لا كتاب ومسألة كقوة الرمية إنك بدن سديتا تعريف وسأروريني أركو مثقف تعريفيني وكما كلمة وادا بعد على طي مصطلحات كشايعة إسكان نقضي نقطي تعريف محدد أو جامع مانع انتيا كل جنترتين وصوشنا عن لهين شيء ليس مرك قاركود مثقف كذات كبر وحي سجل استعمال عن قف وحك استوى حقيرة جرمية وفن بدأ وحين وحول بوا حقيرة جرمية مرك قاركود وحي استعمال عن ذات كناقدين تاه انت بدن جرايك وحقوق راي اعلامك يا وحلم ده وحنقديه برشده يا نقم مده يا وحي لما إذا نقضي كوسا مية الوحين ودو دو بهانا ذكرنا مثقف نمدو لما الشيء بقى لقى مارمانا إنه قفكو الرصيد معرفية ليه هاي كيد علمية دينو ليه هاي أما كيد قانات وحيد هذا واحد كلام ملا مهم أينا إنه قف قاسية شو قدرة عقلية في النقد والتحليل قف واحد ديرين كره وبلا بلين كره إنه نقوم كره وهم وحول بس دودا وقالا كريني كدي من بيدا دان وينو مجتمع التقويم يترشيد وقصة بين كرام مجتمع وهاجي كرام قفكو هدو أهل العلم النقضة بيليين لكن أنو مرشد هين وهم أكدمك مانا ما يديكيتد مانا ما وقف متعلمة لكن ما أهب إليين مثقف مثقف نمادو مكا وحي كان سنة سابي تلماما يان سيدا يئن بضاني كشر حيان إنا إلا بركنية لطه ركني معرفية وقف كاني أقول يهن إنه يهي ومر لبادة إنه ممارسين يا قانطة أو يهي قف بالشدة هجية أما إسكود يهي إنه تمويريه لبادة سبب إذا دوا لبا شرطي أو مر لبا كمار مكرين إذا وقف سيدا بينه لأن هاي ومدى قنديل المعرفة وسيدا إفتين فينوس كي وحكو إفصل هاي وقفت المامية وقف ربه إنارة طريق للذين يريدون أن يروا كون ربينا وحركان ربينا وحتصير
تعبيركي ملا علماء ديني هر هدينو تلمامنا نوحي انو ملا اوران كرنا مثقف كوا قف ام بضن ان دنتي سجار كفي جنين كفي جن دنتا ومدات اما وقف ادو الدنين يا الواجب الكفائي انو كشقاية فروض الكفائية دول شدا يبا هي هيدا مجتمعات كينونا ما أنت وحين تشوفنا مجتمعات كي مسلم كاها ومجتمعات بربر سياسية هي مد بلشيت هي مد عقليات هي مد دقالات بلشد وبربر بدن كو صعدة وأنا عالم الإسلام يردمي وحي وداقان بعد مدى وقتها كان وتحديات تشالنج وحيابا أذك وبلشد المسلمين تهورت هاجن قفك مركب مثقفك وحي نقول لنا هو قفك أمدة وبدامين لها سيدي أي هروغ مري كاري الهاي أي إنسان كو ماشي كوادا وكو هروغ مرا وعقلية إنسان كو هدو القدرات العقلية سفي عنه استعماله وحبدر مشاكل كميدة بحليلي كرا وليبا قدرات عقلية هدي أي وضطه مرجعية دينيت واي تهي قوة رفرا نسله عقله هادو ريفرنس واي والله ما لفتيش اد بقول ما لكن هادو ريفرنس لي مالو حق يا باطل كوكا لا غرتو مالو وحي مدمدو كغلا اوو نوقدو هادو ييشو عقل يا بني ادم كو واحد بدن بو قبان كرا ولذلك الله سبحانه وتعالى قران كما يقول نوت المامي ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بالانفس بالله المامي ما بانفسهم تغييركم ايش وكبل ادم وعقوشه بني ادم قاعدين ما في نفس وحلا بدله واقع انا وحبا يسك بدليا دوني داي انه ما تكون والله هي ودوني سيطره غربيه بك شفتها غير قلبيد ايام مامولا قعدت غير قلبيد باني كشفتها بعد الله سبحانه وتعالى عسكريا بي وشفتها اقتصاديا بي وشفتها سياسيا بي وشفتها بل ايه values بي وشرت حتى value وكاكالي نمط الحياة نمط الحياة إنه نقطة واحد معنا لهين وأهرة يعني كندا مقالك ميدان استاجي إعلان كميشة كله تسري وحشي جي وجبدي أفر بليونات إنه ماكدونالد غيبي حول العالم يعني بشر كدوني ده شو قول لنا قفية وجبد بيوسي يا ما ينقصها هذا يسأل نقطه شغال ماكدونالد كو ددان غارو او بنادم كديري جيرين استراليا انتي اعلان با كو دجسن وصل ماكدونالد كا وهلا ايفري 15 اورز هل ماكدونالد با دوني دا كفرما يعني لس دن الدي اي ماكدونالد دوني دا لغفرا ماكدونالد ما وقف يعني عند دوني دا تالو هيا مايا اي واخ ويان ددكا ماكدونالد كدنبيه اما ودان كمريكان أي ثقافة هندوني دي قميستي وكحوق بطي وحيسا وحق ورح بضان أمو قطي إيادو الله غي يابو رقع عثماتكو مركا كورنا ما يعنى دي وقول لي دي فاس فود دي صلى الله عليه وعنوين كبين آدم كبا وقول لي تاو عنو إنا يكاميتاي حدنا إيادو حد كاتشوكتا إيالا ليا هايشان يطبقي ساعدو دي كاستبا مهل كاميتي دوني دي باهو دي لغا فرا ماكدونال امتا وينكو قربتا إيالو غاي ساوغيت وين تشوقنا عالم افكار اللوسوق هي سيده سلع اللوسوق هي سلعه عادي قاصده اعلانات كان لو سميه اللوسوق هي اي افكارتي يا ركتي يا قيمك يا فاليوز كدك رميسين لوسوق هي رجل البدو هذا تشوقا وصار ضافي قوه عسكريه يا قوه اقتصاديه يا قوه كعنكها وحو استعماله يا فاليو بيسوين النقدان وحك استصيدوا واركو حتى ردان كيبا يمركا يمكا السيطرية وحلقا يا با قريقا عنا دا لغو كارينا ايو نيويورك مطبخة كوية اللي تي في قال لغا اعلامين ايا قافكو يسوكو دردار ايا ردان كود ان لغا ديقينو ردان عالم ايا 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 حد با طويلت كوحات كو استعمالي سيبا نيويورك لغا سو اعلامي صابونتا تستعمال الهاي ديو عبركا تستعمال الهاي ديو توال كاتس مرن هايدي everything طالت بها ضربة الإعلانية يعني واحد كوه ريو بن آدم كوه لا إعلان أما أنا أسيطرين ويري عالم الإسلامي نوح كل عين
انهزام ترى بضن لما كوكودا عي وحكودا عي التجهيل والتخويف والتجويع بلشوين كيدي ان بضن وكمدي ان تجهيل وسميه ومعرفه ديا قونتا ايفافي ويدي ومن مدى الدنيا وترى بضن لي ويلي وحكالا كودا عي ان لعب سجلي ولا بقى جلي ودادكم مبادئ دو دي ديمه دي وحو دي يوردن لغادي غي اني ارهابي تاين حقوق الانسان كخلاف سنتا هاي اني هورو مركا قبدا كور جيدا اني كيري كور جيدا والله عبسي قلين ايو وهدو سيرا اتكاي اني ولي بالتجويع لو قدر ايو انا قبطاين دقالة ايو وحلم ايضا هدو طلايعي استعمار كي هوري وها التبشير والاستشراط يعني استعمار كي هوري حوق الدنيا دا كوب قميستي صحن كوحا وها مبشرين ايو مستشرقين لمن كاسي ثقافات كأمم كبرين هي لغات كودا يعني مكا الدين تفافيني يبا صحن وها كان امكا منظمات العالم يوردن با صحن وها افكارت عالمي قابا القوة دا وحقوق الانسان الحرية الديمقراطية كوسبا شعوب تلقى دعية واه وحيابا شؤون تدول كي أمم كو إليه لغسو التدخلو إقعان تلقى قد قد إذن ما هو الدور المثقف المسلم معوية هاي حلانا هاي دور كالله يدين كربو رقينا جامعات كصوة ضبحية أقوم يهن كاوح صوبر طيب دلنتا وحويا ومدن إنا تشتك ويفين كرتان مثقفكو وين أنا نقولين مركان نم بطن يجي سو النور نعلو سو النور نن ماركت كو حبر شدي سو أي ماركت كو كصلاة سنتي حي جويسة حي ترتماها وهم حي جويسة قف همومتي سو أي كو قابن تهاي حبو وحكرنا أما حبو نقالك سو صارا أما حاجة شيلين كيسو كهلا حنو بهنا مثقف كمسلم كاهينو النقطة قف فكره سيدو بلشوين كي سما كان سما لين نغنى عالم كلا مسلم كهدين حتى يلونه ودن كاني سينو هورو مارين كارنا سينو سبدا لو سماين كارنا كادر كمسلم كا ما مثقف كمسلم كاهي ما قف قوستي ويا نولش بن ادم باوح بدله بعد الله سبحانه وتعالى وحل بدلي كرين ما شفته نبي الله محمد عليه الصلاه والسلام وحدوني ده يمسكوا كلية عيدا لمسعر نقال ما ودنين وحانو يمي بلشتي وقل لي ذاتي بلشاء ثقافة لهين أقوم الشرين علم الشرين نقال الشرين قبائل استشاء قيبسا وأطراف تيدا ضدك لقميستو بلشاء نعاسو يمي كم دا المستضعفين تعالم ككترتا لمدى الدولة دو دواوين عالم كتليان يعني مدنا بكتر سنين بلا اطراف تودا يمن بيرشي كاتاليسو وغوي انا غزانينتي عراق يدن كان منذرين تاي كاتاليا دا الله دو دو دن اللي قميستو ان يرو سحارو او حركه بحنا ليس كدايي او دغالدا يا نو عاسي او نوليين دول عين كاس الهي محمد عليه الصلاه والسلام صدري خلال 50 عاما اي دوني دا كاتاليا وحول ببدلين ما حد عي من قال او سو يمي ما عيدا بعيرك او سو رمايا انسان كو بدل انسان كا ايو كو تلا غلا انو بدلو اذا قاب كو حلو بدلا وحنا رك رمانتا قف كا مسلم كا مثقف كا هي اسغي غانتي سي كو جيرتا اس بدل انو سمايو مهما الله غيا بو ان ديباتو ودكيني كجيرتو مهما الله غيا بو ان ديباتو ين هايستا كو نقالت كو بلشي كو سياسية دي كتشفتو حد أنا ميد آن اسبدل لغو سماين كريني ما شفتو عد الله ربا ينو اسبدل كالسماية يا مركاسي وقف كان مسلم كا نبي الله محمد عليه الصلاة والسلام يكو حديثي وحل يدي قال اي سكن صور رصطي ولا عبسي قلي الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل ما يعبسي قالنين إن دوني دو يسوطك تاي كما يواعنين وحي أي وتين أما سيدا يفكريين أما وحي أركيين إن قبطان إلهي باب حكوري فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين
يجا كعبصني نبا إلهي سبحانه وتعالى أنا قعنتي إذا وحول يبقى كتير أنا يجا عبصنا. إذن هذين لأني علم الإسلامي وحلو استعمال التخويف يتجهيل يتجويع يتفتيت أفر طوبنا وأفر ومذا هذا يكون دعان أي لقد ما ينكره هما نرش أي كبا حيا خارج نطاق الحياة بتجي يقفك هذا أفر تنكو كلنطه لكن وأفر أفر طوب اللي جبك سنكره وأفر أفر طوب قفك بين آدم كون كحرا يسدو فكريه يا ركتدي سوحة تأيوح عقيدة سيء ولذلك أيها الأخوة أممك وحيكون اسمان بالجهل كمان اسمان بالعلم ما يكون اسمان ولذلك القرآن كهذا هذا يكتب القرآن كإلهي وحكا ورما يبقى الرضى عالمين يبقى الرضى عادلين القرآن كوحكا ورما يبقى الرضى دوليد السيطريين أما حق بدن يشي لما أنتو هذا أخرضه قضية العلم محور بيوته إلهي وحكا ورما يا نبي داود وحالة المامة يا نبي سليمان إلهي قرآن كو حكو شيغي يا بقرتي دي اللي سيئي من الشيغت كيانا وحل لقوه الرئيسيين لوغو ما نشيك تمحي علمي اللي سيئي وحا قرآن كو تلمامة يا تكنولوجي نو هاو إنا إلى هايين حديد الله وآلنا له الحديد إنو برت السمين شري كان سمين شري وحن قمان شري إلهي وحكا ورما يا ذو القرنين ذو القرنين وحلوة المامين أسباب أسباب الحياة هنا يقع أنتي سكو شرتي وحلقة ورما يا جالوت يا قالوت وجالوت إن علم لسيا إلهي كورما يا آدم مركي دولك لكن يا مؤهل كل سوسي وعلم آدم الأسباب كلها با إلهي كوت المامين يعني أمم كدي سدود مسألة العلم ومحور بقران كوت المامين جهل هنا وأمم كدنتو ذبوكي هي إذا هذا ربنا مثقف كمسلم كاهين ومدا دورك وكل يوام حي كو وإنه تجهيلك كسر وإنه جهلك كسر وإنه الدور أقامات وجوتا ينو وحتو صالين كرو أقامتو بني آدم كوبرتا طرقا ليس يقول لي يبقى قرمها طب كمان تشوك بربا أقامتو وحي الرميسيين أن تنصبوا رضا لغو قرية ماشا لغو صابرتا وأوي كم إذا ويدا بن آدم كو حبرتا بن آدم كو عن طريق التجربة هو حبرتا مثلا حيوان كو صوح حبرتا لباح عن سيد اللو الدولة قولا مصال لغو قرصدا قول مياه جرا ما هي مجره لباح بوق وحلو قول لغينا مجره أسلوب التجربة سوى يربو هو يدي دبق علي هل كي قبر يسو قبطي هل كي كبودي يسو كبودي وطريقة انت بدن أمم كان قرار كأقول علمي جاي سوق قد بيه وعلمي وحي هيان لكن قاب كان اللي سوق قد بيه وحوك قد يسيه قاب كان كدم يجس برد يقال لك يان تلا قاب كان يروح من بوك قد يسيه هاي وقتك كابا وقف كان دور سنة ضد بال الرباعين تجربة وقصوا برن كاري لها دور يتبان سنة ضد بال الرباع دور سنة اللي وصوا بحنا وجهي ده أصلكم وإن عقلك بين آدم كله يفتيميه طريقة الذي اللي دوري الله مري ما دام أتيهن دد أكاديميكا ودل يرى ومستقبل دونية وينو نقدا دور كينو كو دور أين يومضي عقلي قوي يفتي مسه وجهل قاي كسرت دور كمثقف كلا بعد يوم حي وينو مدى كرسوني كبيرة عبس دين الضبط كبحيه يعني بناء دم كعبسنين أمم كدوني دشرور دم أمد عن شابيني ما شفته ومدان شابين أما صوب بابين أما دبسيو قادر ما يشرتو وين وقفك كسارة وين يقاد أحد قيم كمان تبين آدم كو هيكسدو قيم العدالة والحرية وهي باهم انك كارو قاضة حاين ناقا ودن كيني قبيل كان محاكيني قبيل كو حقوبة دركيني وحويان بين آدم كو حماية وباهية وقفك الصومالي يا عمدي وفهمين أنه حمايه لكرين إلا أنه فيركو ذا كتير سبع دمو يالي وعدالة دواي قفك هدو عدالة هليه إن بدنكو ما تير سبع دم ريرك لكن وحرر نمضان أنه دائرة دنكبه كرين قار بدنكو كلفه وحويان حماية كبضية حماية اجتماعية بو هليه إنشورة نسبيوية وحي وبلشدي سكواي يسكو ديه أنه كان حيلي كرا إذا وحنو باهرنا هاي
دوركين كواد وحنو أركاين وقونتاي إلهي داود يسليمان مركو من نشيقني ولقد أتينا داود والسليمان علما وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين وورث سليمان داود وقال يا أيها الناس علمنا منطق الطير يا أيها الناس نبي داود لا تغير علمنا منطق الطير مسألة العلم إلهي ما أرانا بغروي ما نكردي لكن مركي شوكتي ماشي من نشاقتك أقوم باللغو من نشاقت نبي سليمان وحي أوبه أنا عده قبطي عده أهل العلم يبهي يا عرشك بلقيسي كينا يبهي قال الذي عنده علم من الكتاب إلهي مقعي سينو مشيقين ولدي سينو مشيقين قابكو حقبتينو مشيقين وحي فائدة دوكو جرتال لينو شاقوا أنك نينو أقول يهانها أقوم تأو السلوب كو أديك سيدي وحي دون طبعا نغطة لكن وحي لينو تلمامينو نكالي يهي عنده علم من الكتاب أنا أتيك قبل أن يرتد إليك طرفك إذن أيها الأحبة وحا بلشد إنها يستا يعني لأن يودوك مثقف كمسلم كاين وكسارة ومسالة تفتيت كا بربركا تفتيت كو حكي مادا أصلا وأومدا وتخدير لك جسمي إني الأهداف الكبرى عركته قفك بن آدم كي بدون هدف منه ولا أنكره لكن مرنا أهداف ووين بقفك الرادينية يدو وحبدا وكلك مشغول سي صالح العام بو إلى لنا يا مركز مرنا أهداف يركوبا ومد سدون ورادة وراد عينية إيا مد أوحان بعد راد عينية بو إلى لنا يا قفك بن آدم كي هدي أهداف الكبرى وكواعده ووحو وعضا وبضطه معاني دي واوين الإسلام هو شيء دي يا أمد نمدي يوحي ودى النواية ووح أدك إني بلشدا سهر مرسبين كرتو إلهي فرعون حتى المامة يا إنو طاغية أها إنو طاغية نقطة محاو سورة قليه إن فرعون على في الأرض إلهي حتى المامة وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة dadkii kooxu ka dhigay marku kooxa ka dhigay kadib ayuu istibaaf ku yidhi hadaray dadkii shiiaca ahayd may dhacday shiicanimadan baa waxay keentay istibaafku inuu ka yimaado saalixa dadka muslimiinta cumuuma iyo dadka soomaaliyeed waxaadan ugu jirtaa inay xooggoodu uu isku biiro xooggooda meel kasta ay joogaaba inay isku biiraan إنه أمد وحقاً كرتا لغاً كرتا الصوماليا وحب بربرا ما هاد دولة نيمو تقول دولة نيمة كبربرتي دولة نيمة يدسا يان كولبا انت عصو شربك قليل دولة نيمة يدسا دولة نيمة دي وحكا وين بربرا وأمد نيمة دي أمد نيمة دي وفاليوس وقيم أمم كقيم كاهية هدو أمد قيم كيدو واللماء وبربرا أمد ما شرتو دولة ما سمين كرتيد وحان شرين ماذا أنت تريد دولة دوما سمين كريسي وما دنما دي بالون طي تفتيت وقود عاي بربري هل كي كسمين كاري لهيد إنا إمام مصالحة سميسو مقيم كادي دبور نوري سامعين كان ولي وحي رادي نيسا هيكل كي سرائر يدستو هيكل كي سرانا بسم الله والا دسا يا ودمية والا دسا يا ودمية والا دسا يا ودمية وايو سال كاري كدسمين سال كي كدو سنتي عند السلك كردستا سياسي جماعة ومثقفك ومن قاعدة بسا حركت يسكو هيسا وخفك مثقفك ايه وتاغرين قيم كذا إلى عليه يوحي ربا يسني هدي عقائتي هدي دينتي هدي أخلاقياتي هدي دقنتي وحاسب أمد ديني تشرتو كرده قد تشره وحاسي هدو كلمه أمد هدي أيضاً تتقيد اللمه هذه هوية ده دلنتو وحبا وحكا دم يوشيري كراوه أدقي هذه اللي الربا إني تشرتو وإن لا أبورا إني هوية ده ندبو النورات وما نمضى إني ندبو كعدو ولذلك أيها الأحبة غير قلبات وحا
waxa ugu weyn ay la dagaalamaan waa huyal islaamiya inuu qof u yeesho. taqsiimkan kana mutatarif iyo kanba mutatarif turugsana iska sheeko, taqsiimkan waxba kama jiraan. asalku muslim baa mutatarifa siday u arkaan. wasmu diini bitatarif. maantana dayn badan oo kutaabtooda ka mida iyo dadkooda hadlaya kanba waxay qorayaan ninka nebi maxamed wax ka sheegaya, macnaheedu waxa weeyaan uu leeyahay asuluddiin baa mutatarifa. waxa ay taallaa waxa weeyaan uun sida loo kala horcunayo ayuunbaa kala gadisan, ay kooxahan u kala yihiin oo maalin boqol oo mutatarif u tahay. laakiin aslu shay waa qayb qaybsanida tan wax waxaan oo dhan abuuray, waxa keenay dadku inay qayb qaybsamaanna waa diintoodii oo daciiftay, dadkoo diintoodii ka durkay oo aan wax badan ku haysanay. idan dowrka ninka musaqafka ahi ama kelmad ha ku sheego ama qoraal ha ku sheego ama jaamacad ha ka sheego ama iskuul ha ka sheego ama jariidad ha ka sheego ama t v ha ka sheegay, waxa weeyaan ummadda tan inuu xaqaa'iqda u caddeeyo, inuu tathqiif u sameeyo. ah ummaddan waxaa ku socda afkaar cid kale leedahay baa loo qurxiyaa, tasyiin loogu sameeyey, loo qurxiyey, iqraa baa lagu sameeyey. ilaahay wuxuu nabigiisa ku leeyahy calayhi salaatu wasalaam, walaa tutic ilkaafiriina waalmunaafiqiin wadac cadaahum watawakal cala allahi wakafaa billahi wakiila. laa tutic baa ilaahay yidhi, ha yeelin alkaafiriin waalmunaafiqiin, qiyamkooda afkaartooda waxa kan ay wadaan ha aqbalin baa ilaahay ku leeyahy subxaanahu watacaala. waa ku dhabayaan markaad saa yeesho. dac cadaahum baa ilaahay ku yidhi nabigiisa calayhi salaatu wasalaam, dhibtoodana khalihim dhaaf, laakiin adigu dib ha u noqonire. watawakal cala allah baa ilaahay yidhi, wakafaa billahi wakiila. idan umamka maanta jooga shu-uuntooda daakhiliga waxaa lagu galaa bismi lxuriya aw bismi xuquuqi linsaan aw bismi dimuqraatiya aw bismi linsaaniya aw bismi lighaatha. waa wasaa-isha maanta bedeshay wasaa-il alisticmaal alqadiima, neocolonialismku waxa uu isticmaalaa waa kan. munadamaad caalamiya loo samaystay, sharciga iyagaa gacanta ku haya, iyagaa cidday doonaan mujrim ka dhigi kara, cidday doonaanna indhaha ka laaban kara, iyagaa qadaayaadkan wada. bini aadamka ma waxaa jira ummad xoriyadda necab maa jira? maya, ummad xoriyad necabi ma jirto. laakiin waxaa la ysku hayaa xuduudda xoriyaddu maxay tahay, xoriyadda maxaa xadeeya? haddii la yidhaahdo xoriya mutlaqa dunida kama jirto, nin waalan uunba xoriya mutlaqa haystaa, sacaka maaha. inkastoo falaasafada agtooda anarkisamku ka jiray, philosophy anarkisam la yidhaahdo, oo aaminsan insaanku in xoriya mutlaqa la siiyo, oo aaminsan qiyamka iyo diimaha iyo acraafta iyo nidamka siyaasiga iyo waxaasoo dhami qaydun cala alxayaa wa cala albashariya inay yihiin, laga ina yaabo inaad maqashaanba dhallinyarada maanta galbeedka joogta ururo blitzka la yidhahdo iyo wax lamidi, nawcunkaasay ku dhadhow yihiin. dowladda ma ogola, xuduudka ma ogola, waxaan oo dhan ma ogola, waxay rabaan bashariyada in laysku sii daayo. laakiin bini aadam xoriya mutlaqa haystaa dunida ma jiro. waxaa lagu kala gadisay maalan alqaanuun kulluhu xaddun lilxoriya, sacaka maaha. waxa laaliya waxay duwalku qaanuun dejiyaan wuxuu xadaynaya xoriyadaada. ummadan qaanuun lahayn inama jirto. maxaa lagu xadaynayaa? waa dowri lmusqif la rabo, musaqafka waa dowrkiisa la rabo inuu ummadda u caddeeyo, inaan loo tasyiinin wax baatila, inuu tilmaamo xuduuddu waxay noqon karto. maxaa xuduuddu noqon karaa maanta? haddii bridge halkaa laga sameeyo, bridgeku wuxuu leeyahy laba birood oo hareeraha ku yaalla, soo maaha. haddaan idhaahno birahani maxay qabtaan, maxaa loogu sameeyaa safety? soo maaha, dadku inaanu ka dhicin. haddaan idhahno war ka daay, ninkii doonaana ha dhaco, ninkii doonaana ha maro. maxaa adu
maybaa lagu leeyahay waa junuuntaasi dadku inuu meesha ka dhaca maaha. Idan maxaa lagu qeydiyay maslaxa? Maslaxadii ummadda waxay u arkeen inay min maslaxatihim tahay in la qeydo. Lama odhan war qofka xorriyada yeesho wax waliba haddii la xad dhaafiyo. Maanta yurub waxaa ka jira dad leh xuriyatulqatli baanu rabnaa, ururaa jira doodaya oo mudaharaada dhigo oo ka wada. Waxaa jira qaar leh xuriyadda isqaabiska. Norway baarlamaanka nin baa jira sanad kasta marbuu isku horqaawiyaa, sanadki markuu soo wareegaa buu yimaada baarlamaanka hortiisa isqaawiya. Muxuu rabaa xuriyadda isqaabiska dunida buu leeyahay. Qaanuunkan ma rabo buu leeyahay. Xadaynaya in xuriyaddu maxaa lagu xadaynaya? Matalan Canada gabadhu intay qaawin kartaa? Waagii hore waxay ahaan jirtay maxay cawrada hoose iyo labada naasba mamnuuc aha meel public ah. Waa dhowayd bay shireeno waxay yidhaahdeen maya ta sare waa la fasaxay, imika kenshelga waa laga dhigay tahasabuna fisaaxaati alcaama intaa un baa la ogolyahay. Laakiin hadday inaga isxidhato saaxaati alcaama way iman kartaa, qaanuunku wuu ogolyahay. Wax kasta haddii laga xadbadiyo xuriyad 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 lagu yidhaha xuriya mutlaqa nin waalan unbaa haystaa. Ama bini aadamka bini aadam in rabo inuu si bini aadamnimo u fakaro, xuriyad kasta xuduud bay leedahay. Xuriyad kasta xuduud bay leedahay. Marka la doono matalan Francisco maanta xuriyad buu sheegayaa, nabi maxamed xuriyad baa lagu caayay alayhi salaatu wasalaam. Francisco waxaa ka jira qaanuun jiisa la yidhaahdo. Qaanuunka jiisa la yidhaahdo wuxuu sheegayaa almaxraqa alyahuudiya qofka wax ka sheega ama kaatibka wax ka qora ama suxufiga wax ka qora waa la maxkamadaynaya. Roje Garudi filosofkii loo odhan jiray waa qaanuunkii lagu maxkamadeeyey. Kitaab yaroo malaf Israa'iil la yidhaahdo qoray, waa ku looyarkiisu lahaa. Qaanuunka Francisca iyo habkiisa buu leeyahay ilaaha dunidan sheegtay, haddaad wax dunida leh haddaad wax ka sheegtana buu leeyahay xorriyad weeyaan, waa lagu ogol yahay. Haddaad tidhahdo yuhuudda intii la gubay 6 million way ka yarayd matalan, qolaa waxay qabaan waxay leeyihiin waa la gubay waa sax. Laakiin Germany ba yuhuudda deganayd oo dhan marka isku dara 6 million ma ahayn 6 million ee lagubay xagga laga keenay bay taagan yihiin taarikhiyanada qaar. La gub laakiin tiradu 6 million bay ka yartay, waa lagu xukumaya. Haddaad maanta Faransiiska intaa ka tidhaahdo haddaad tidhaha tiradu 6 million way ka yaray, idan waxaan rabnaa muthaqafka muslimka aan rabna ee rabna dowrulbinaa inaanu noo soo qaadin qiyam cid kale leedahay iyo values cid kale leedahay oo si adaysaga cabay isagoo aan naqdi samaynin isagoo aan naaqid ahayn. In xoriyad waa loo baahanyay, bini aadam xoriyad nacibina ma jiro, qof bini aadam xoriyada nacib ma jiro. Laakiin xoriyad kasta qiyamka mujtamaca xadeeya, ma masaalixda bulshada lagu xadeeya, waxay dadku rumaysan yihiin bay ku xadeeyaan. Waa inay noqotaa xoriyad waafaqsan mabaadida diinada aad haysato, muctaqadka aad haysato. Waa ogolay xuquuq bini aadam laakiin biayi mafhuum ha xaqa. 1972 tagas buuga ay psychiatriga iyo psychologiga culamadoodu isticmaalaan Mareykanka xanuunada disorderska la daweeyo ku qoraa waxaa ka mid ahaa homosexuality waa xanuun buu qoraa. Dabcan 72 wixii ka dambeeya laga saaray, guddi baa loo saaray aanu ku jirin ciddii fikradda kasoo horjeedo dhan, muddo yar baa laga saaray. Waxaa loo bedelay xanuun kale, magac kale loo bixiyo oo ah qofka ficil ka sameeya cuqdada uu qaado, cuqdadan uu ka qaaday naftiisa xanuuna bay yidhahdeen waxaanu sameeyey xanuunka ma ahayn. Way soo wadeen iminkana xaq buu marayaa, soo maaha waa xuquuqda dee homosexuality iyo shuwaad waa xuquuq bini aadam. Hadda shalayna xanuun buu ahaa, maantana xaq buu noqday. Waa laba bariya galbeedka la jira, shalayna in xanuun loo arkayo, maantana in uu xuquuq noqdo bini aadamku uu doodo. Waxaan uga jeedaa markaa tusaalaha waxaan idiin siinaya waxa weeyaan qofka muthaqafka ee muslimka waxaan rabnaa dowrkiisu inuu noqdo dowra caqliga ummaddan inuu ilaaliyo iyo valueskeeda iyo qiyamka ay leedahay, inuu u kala sheegi karo xaq iyo baatilka, inuu saaxibu qalam noqdo ama kelmad leh oo ku hadaya bulshada xaqu wuxuu yahay. Thaqaafadu sidaa inay noqoto thaqaafad binaa keenaysa, wax dhisaysa. Inaga mushkiladda inoogu badan waxaa ka jira waxaa ka mid ah muthaqafkeenii
ayaa halkuu dadka ka korayn lahaa ka hoos maray. Masa qof oday reer miyuu taliya ka waran? Yani waxaan 4.5 la sheegayo, waxaan la wada odhan iyo waxaan markaa dib ugu wada noqoto waa aqliyadii baadiyaha dib loogu celiyo, waa aqliya qabiil ku salaysan. Aqliyada qabiilka ku salaysan ee tashatudka iyo burburka keentay kama nabadgelin inta ugu badan leh Soomaaliye. Allahuma ilaa dee mujtamac kasta waa la heli karaa afraad. Aqoonyahankii baa qabiil noqday, wadaadadii badh baa qabiil noqday, Yurub masaajidii qaar baa qabiil noqday, tulaabtii jaamacaadka ururo qabiil haysta. Wixii oo maxaynu daweynay haddaynu inagu bugno? Soomaaligii gabyeeyey heeseeyey muxuu yidhi, daawo hadday bukooto maxaa lagu tabiibaa buu yidhi. Haddii daawada lafteeda ee xanuunka qaado, yacni qofkii ay ahayd inuu wax hago haddii isaga la hago, qofkii aqoonyahanka ahaa ee 20 sano wax soo dhiganayay, 20 sannadood baa dugsi hoose, dugsi sare, jaamacad, ragga badhna soo daneeyuu joogay, 30 sano intaad soo martay, in haddana caqliyadii baadiyaha hawdka taalay lagugu taliyo ama sidii wuxuu arkayay waa mushkilad. Ninkaagii la rabay inaad bulshadan tatwiir ku samayso, haddaad adiguba qabto xanuunka infected, haddaad adigu tahay dehadna xanuunka cid kale umaad qaadsiinaysaa. Waxaynu u baahnayn inaad adigu vaccination inaad heshay, in lagu tadciimiyey, inaad tahay qof ka tallaalan, kuma lihi dadkaaga ka dhexba. Qofka xanuunka daweynaya dee dhakhaatiir badan ba mala joogtee, dee waa qof isagu xanuunka ka caafimaad qaba at least ah laga tallaalay. Waxayn moodaynay tacliimku inuu noqonayo tallaal qofkan laga tallaalayo akhlaaqiyaadka qaarkood. Tacliimku ma aha kiish ma tihid alaab lagu gurayo, bini aadam baatay weel wax lagu gurayo, CD gabadha waa laga buuxin karaa cilmiga, laakiin adigu bini aadam baatay CD ma tihid. Bini aadamnimada marka wax la barayo danta laga leeyay waxa weeyaan inuu noqdo insaan isbedelay oo waxna bedeli kara. Idan muthaqafka muslimka ayn raadinayno waa inuu noqdaa qof ka caafimaad qaba bulshadeenu xanuunadeedii. Bulshadeenna maanta xanuunada ugu weyn ee qabtaa waxaa ka mid ah qabiil. Qabiilla waxaynu diinteenna ku haynaa, ama qabyaaladaas waxaynu diinteenna ku haynaa inuu Nabi Maxamed ku tilmaamayo muntirna yimid wax uraya calayhi salaatu wasalaam. Nin wax soo baranaya intaas inuu shay uraya xidhaa maxay u muuqanaysaa? Nin wax soo baranayo intaa lagu soo tabcayay inuu isagu calan reer ama qabiil ama aragti lamida uu sidaa waa waxbarashada ama thaqaafada waxba kama jiraan, waa thaqaafo luntay. Waxaa bulshadeenna haysta mukhadaraad maanta oo qaar baa la yidhaahdo oo awal waqti go-aan baabay Soomaalidu cuni jirtay, iminka 24 hours-ka la cunaa, 6 subaxnimo haddaad timaado qaar cunaya jooga, 12 habeennimo haddaad tiraahdo qaar cunaya. Mushkilad ma aha weyn baabana nagu salahaa intuu magaalada joogay. Baadiyaa ma u malaynaysaa Soomaaliya qaybo badan oo ka mid a tuulooyinku in 5 galabnimo leedka loo shimo, 5 galabnimo. 5 galabnimo yimaadaa ninka reer baadiye ahi, dabeetana tuulada waqtigaas u qaadku soo galaa, habeen oo dhan baa qaadka la cunaa, 4 subaxnimo ka lahaa, salaada subax marka la tukadiyo waa bergu reerka tagaa, xooluhu la lislisaa, dabeetana geed buu seexdaa, canaana meel buu nigtaa, galabtu soo qaataa caanihii oo dib u soo noqdaa, maalinoo dhan uu hurdaa. Waa 2 milyan oo qof oo Soomaaliyeed baa noloshaa ku nool. Idanka wax fudud bay dabaatay, 2 milyan oo qof oo Soomaaliyeed ayaa noloshoodii qaabka isu bedeshay. Waxaa laga yaabaa mushkilaadka Soomaaliya ka jira nus ka midi inuu qaad iyo mukhadar iyo gaadhi qaad la dhacay iyo qaad la boobay iyo waxaas ku saabsan yahay. Hadduu muthaqafka soo baxaya isagu noqdo bulshada xanuunkeedii mid isna qaba isbeddel samayn kari maayo. Idan ayuha alaxiba, warkooban baan rabaa inaan idinkaga tago aan badnayn.
وواحد قرن يسين لكن واحد رواينا ندب دين حسوسية أفكر ابن آدم كاهي أقول نبي وبنتي عليه الصلاة والسلام الصحابة الضوء خضي أبي بكر بقى آيات قرآن أكو آخر يومي ميرابي كأنما أنزلت اليوم بينها إن ما أنت أي آيات نسودك تي وآيات دي ولي قد بآخر يومي إنسان كو واحد بدنا وقرن أيي أيام مرر بدن دوم من أنت حقه هو سمرة وأنا حقه سنو صوكعي واحد عصوب ما هو حان شيء غير بني لكن واحد ربا إنا نون حقه سرعة كنتان بريورتس كي نكواد إنا كان نكتان إنا قرطان أمد أيها إذن ما لقى الشطي أبيهن هو يدين أدفردين المدفردين تولكين قرابتين بعدين ما لقى لي حيدين ما لقى لي وحي هيد إنا إذن كن رجا قبارنا وحن فعبان واحد وحن فيع كرتان مركا الدور كي مثقف كقادتين وراقه وحمد تران ورقده شهادة اللي بحي شهادة ومرخاته إنا دو حصوب براتي أما امتحان كمستوى إنا تكسي قدبتي بي مرخاتك طاي لكن وحي امتحان كأتكوك شيء هدارة دو فلينين والصمينين وح معنى السمين سيما شفته وحي معنى السمين سا مركز ثقافة داد حنبار سنتين نوع عاسيسو بدش ولذلك أيها الإخوة إلهي سبحانه وتعالى وحين لينا الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم ما بقوم ما لغت الماضي وما دو أسكو حرمت ما بأنفسهم نوى الله ينوت الماضي سلبا وإيجابا نوى الله ينوى شهد حقا نقا تفكنا بين هذا مكسكا وصعبة مكو أركتي دي سي أفكارتي سي عقوشي سي قلوبتي سي وحكا بدلو حقا بصة تفكي يوانا قنوه وصعبة مركو انت تم وحكا بدلو هذا بقى أنه قرننا دريد بن السمة والذين هذا باللغة العربية برنجري دريد بن السمة وأنه شاعرة وقبو يوين عربيضها دقاليها نها بل وحيدة هذا في جاهليتهم إلا بغل دقال بغلي بيدة هذا بقولك دقال بوقول يستي بشيغان بقول دقال بوقالي بقولك بوقول يستي دريد بن السمة وحا أبتوى عمر بن معد يكرب أي أبتقية أبيه يدول يعني كان ولا شيء قاضي دبتنا واسكو قرسدي كدبنا دريد كان يو صدح كدور كلابين لشي ولا الذي يردن دقال بيكون انتين ولا الذي يردن دقال لدى قبائل كدول يبيكون انتين ما لندم بيسوى قبوبي أيها أني ولالكي يو عيدة مده قامين يا عبد الله الله يلاهضه أيها دقال سوقلين قولي تشبيين وكو حقوتين دبتنا ميل بود دقيسوى كبره أولا هلكن لما بدي قبوا بيدي أنا قواتي دي اللي أنا قد طبعي ما أبدأ كم بعد عكرة كم بعد عكرة ولا دي دي وحولي دي وانس كلا كين شور قولا دي باكاد دبت ميو وهاي سصور سدينو قمت اللو تشوك سدي ولا الكينة وكل انت ماشي دبت أنا قبي رثاء ودير بتري قبي قوا حكم إذا بيت كان هدي قور مركات ضدك الشاقع بيت كان وهل أنا إلا من غزية إن غوت غويت وإن ترشد غزية نرشد أما وهل أنا أي وما أنا إلا بضب وصارت إسنما إيش اللي قد لي يعني كدي بوقتي يرى يوس ندنتي وحو قبي قوترين يا وحو إيان إسوغو أركا يعني في إركو دولة بقفسين يا هاي أيوس كان راعي سأل الله عنا أنه مركو هروح وشاقينا أن هلك اللي تشاقينا وقبل يقبله ويسوح وقب بلابيا أمرتهم أمري بمنعرج اللواء اللواء دواء ماشي الدقانايين فلم يستبينوا الرشد إلا ضحى الغد يقولي فقالت إذا ما مركي إلا الله يقوم بي حقيقة دارك يموت المامي وحنو قد شيء هذا هنو قلنا دريد بن سمة فلسفة دي سمركة أدقوا أركا إيا قبيالة دحنطاي أدقوا أركا إيا تفتيت قبل شد إيا بربرنت إنا حنطاي أديكوا أركيا تجيل كوي نحويه، أديكوا أركيا إن هنغري النارات وحاسو دمينا اللي تا، هذنا إن هذا دو أنتي السماء، هذا دو مثقف مسلم ولا فيلا ينادو حسب دشة،
وكدريد بن سما بعد ما قطع وهل انا الا من غزيه ان غوت غويت وان ترش غزيه الارشاد ضباط بركه يعني من غير هبل مو يعني عيد كلاه غير هبل هدو هنون انا وان هنوني هدو لما انا وان لو بين غريسا دور كمركا قفك مسلم كي ثقافة لي وقفك سي امد عقلي هذا افنيا وقفك سي قنديل كوسيدا وقفك سي سكودية ما لها لغو قنينة يبلو شدا انو تصيو او تلمام عقلي صومالي صومالي ما بربر صومالي ما كلا تكسل ما كلا تحسن الى القرآن كوحينا او تلمامي الدين تداي حتى عقلي السليم كينو تلمام ايو كلا تقوين حيي يهود في سورة الحشر إليه حكسي فيهين أي محي لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر بأسهم بينهم شديد حال وعي لي حكا دمالي ذلك بأنهم قوم لا يعقلون بإلهين ذلك بأنهم قوم لا يتبعون الشرع على مورمين إليه حكسي ذلك بأنهم قوم لا يعقلون معنى إذا واحد تلمامسة العقل السليم حتى هذا عقل وعافمات كقوه مصالح دقود ومد كان حيسا ولا قران كرا ولذلك ما أنت دوري دين كنا والله تدك العفة وكل الديماء وكل النقاب ما وارس أقولي أي هذا ندى ولد وضع يعني إن دين تلقاته وأسمى شيء وهل كي وقس الرئيسي قيم لقاضن كري لها ومضلو نقو كري لها لكن حتى مستويات كهوسة يجرى عقله وشيء وبنادم كو تشري كره وضل كان يري بلجيك اللي هذا وطقا من سماء بلجم إن صرنا تكبضا من دولة دي كتشري عندنا بلجم بيهي قارد سنين وقوميات كلا نوعا كلا أفكو هذلا أروا فليمش وأفكار داتشكا نيدرلانديس أفكو هذكو هذلا أرنوا فرانسيس بيكو هذلا والله اسقبتي دورشا لقالي وردو دي راية ترادة بدنا ورورنا دورشا دي بكو قولي سن كري واي والله وضحات دي دولتك اللي شانا اللي سي كري واي دولت وداغنا ويسمين كري واي زيرو وحبابا والله قال كري واي هدي اللي دورشا دي لقو علي عدي ما قولي سنسو والله دورشا لقو علي عد قولي ستالي واي وحي صواب حي هدي اللي وضحات هدلو لا اسمع أقوله، هو عيد أنت أغلبية نقطة الدولة بسكرتها ما شفته، هذا نبلج محبس كم بيتلي، سيفل سيرفس كسيدي بيوش سيفل سيرفنت كسيدي بيوش قيني، بوليس كسيدي بيوش قيني، بنكيد كسيدي بيوش قيني سي، دولة كسيدي بيوش سعتي، ما هي وحي قرته، إن الكلايا أنا ما وحود الدمية أنا ما قصان، إن المدة بدري وشرين. عقل قاعد تسي، بل أنت مسؤول أي كان نقول إنسان مسؤول أي كهشين اليوم، بعد السنة دي الدائرات كذب، أيه أقبل يعني رئيس الوزراء سما يستانا ما شو يعني ووضع النالا، إذا سوماليا أف دين لغة وهي كوكلا قديسن تو بدني ما شنو، ضد أنت بكوكلا قديسن. يا هدنا وضع النار وشراء ونسان واحد بدن واحد صبابي مثقفين تود سيدي يفكرين يدك وضع واحد كان عدعين يا واحد يشي جيين ما عدة حب الوها يي ما شفته وقنديل كان ولا يدك يدك روح حماري وسيدي يا واحد يفتي ميان إنا يكلا تجدنا يبربر كنا يوحنا كسي فالح انتهي أيها الأحبة أنا يورك يقول لك أبوك كوبي هاي بوس كسياسي كحوق بدن أو كم مدن بلدي رجال السياسة بوس كهيان نك مثقف كمسلم ك ومديش يسبدل كل حسامين كراه وهاي بوس كأدق وأه بلشدة إنه أما آخرة قبض سيئة أما النوليه هدي عقلك ومركة والساحدة إنت مثقفين تا وباديها اللغة تليه عقلك بادية اللي عقلي غير نمضي
عقول آن شيرين هذا يتلصه وما دو حان شيرين ما يسوى بحيسة أني كلمة ده يدو مكان واحد هاي لما أم بني دين كده جيا إن عقل يا كتي ما دينه هراء ودن كان وبربورية ما توري إن ترى عذاب عقلي هو نسبة القصة بحيسة كلما دريد ما أنت ويسفر أن تيه إن النقدين كرتان وحن ومعرفة إنه يحد جاده أتسمها يحمها كلا جرا كرتان أنا النقدين ويل وح لو وش بوا ونقاطه وحي الله صار شعري بروفيسور هبل البايري فيلسوف هبل البايري أنا النقدين مجابه هو أرك عقل اللي لم يدور مراجع يا مسادير لهدو حكوي فيه جامعاتكو وقفك إنتاج كنا لولاد لصيو توش ما لش شيء سأل له فكره وتكنيك واحد برتق لكن قفنا تكنيك واستعماله تبعته نهرو صعدة قفنا مركب حاب وسكب خطية توش كيسيل هذا واسيت هاي شيب كورتة توش شيب كالورتة بحطرة وشهادة شيب كالورتة على مدى وحنا مركب هاي نقول طلني يا وحوية لا بد أسمع نويدين كدي جيا إن كوي دبوا نقطة ما فكرت إنه حقي أكتر ما دين دي بلا يدك قط عليه الخايدين في سبدر سمعين لهايدين أما هنا ثقافة جرعان وكبسي اللي ذا تتي اللي هيي عاد الله تبعا هذا قوة سلاة وحبات تنوير السي متكسي اللي ذا تأينا تكانتو وزاد الطين بلا يما كان نغطو لو بلا ينا تقويا نكرنسو ككلام دي كدقي أنا وحي هاي هنا عراشة ونوالاتا بداية الموحة أقول لي تا قفول وركيسو نغطة محنلقة قف إنسان دروا إلهي أبو ري أو نول محال عنا محال عنا دو ليميت ماله قف بني آدم كا وحي يربا قف اللان كره دو ربا يمسكو في اللي سيو هذا ربط الدنيا وحي يالو دارنا دو انتنا ودعنا كريسا يعني مثلا قفك وحقا شكا إلالية يميلو الساحلو إيو قبر دي ينم بيني حاسلان خيرنا نقدر وين ما نلاش كم بدته هذا خاطر توي شوكتاي وحلا عنا علاش ما كلا تقارنا وحل ورده وحي تقارنا أي تمس الله هذا هو فيتامين وبروتين وحاسية وبرطة لكن ما كلا تقارنا وحني ما بيس وكشري مس جرو وكشري مس جلي وكشري ما كلا تقارنا يا كلا يا قارنا أنت عربك إذا بنادم كوح يسديري هاي أنت أفكك كشرت ويان هل كهديك قالوا إنه سمرني كيف بيصعونا إيه كي جروا إن أدمك عبد الله نون ولاته ما وحليته إن أدحوك يسوع شق يسوع إسلام دونك وترى هذا موديل كي هرس سريرة ولا قب حي بدل ما أنتوا دحوك قاعدي حلاق وبحاء سرير يو كبر لبدل يو ده ده لو بدل يو نلال ما هرمتي نلال ما مركانو وايدين كده جايا هنا نقطان ضد علال النار هن كلو وايدين كده جايا مثقف رسمي هنا نقوم وايدان وعم برشدي كل نقطان وتودي تاير كيون لوريت يصير نوعيها أما صاحب بارتان تكلو كليتة وكهو صيصة وهذا بتنسون تصون ودرتان صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. دمت على المسدد نبينا الهادي محمد القائد على المسدد نبينا الهادي محمد يلج المعارك مستميتا وشعاره أجلي محدد يلج المعارك مستميتا وشعاره أجلي محدد لله درك من زعيم يحمي حمايته وينبع